حاليا باللايف رقم 12 اللي هو اللايف القبل الاخير. هاي المرحله راح تحدد مين راح يوصل اللايف الاخير. كثير مبسوطه انه وصلت لهي المرحله، بس بنفس الوقت اول مره بحس حالي متوتره لهالدرجه. انا دائما متفائله ودائما عندي ثقه بكل شيء عم اقدمه، بس اليوم كثير متوتره. هيدا البرايم اكثر شيء متوتره لانه صرنا كثير قليل، يعني ما بقى يفيد يعني انه اطلع الثالثه او الرابعه، لازم اطلع يا اولى يا ثانيه والا بكون دينجر زون. انا مبسوط اني وصلت المرحله هذه، وشيء كويس اني تعديت، يعني انه من بين 14 مشارك وصلت للمرحله هذه، فشيء مره حلو. الفيديوهات اللي انا قدمتها سويت شيء جديد وغيرت من فكره الجرافيتي، واكيد انه انا مقتنع قبل ما تطلع على الشاشه او قبل ما يشوفونها اللجنه، اكيد انا مقتنع فيها. اثنين فيديو اللي راح اضمن اليوم فيهم افكار جديده، سواء طريقه الكتابه او الالقاء. عطلانه هم يارا من لجنه الحكام لانه يعني من كذا اسبوع وما كثير عم تحب الفيديوهات اللي عم اقدمها. هل انا سويت كل اللي علي بالفيديو؟ تعبت كثير وسهرت الليالي حرفياً، والباقي ظل على اللجنة وعلى الجمهور. أسهل حد ممكن يتكلم عن الموضوع ده هو نور، لأنه هو بمنتهى البساطة ممكن يجيب لك ليست للأفلام اللي اتكلمت على الأنتي ريسيزم، وده بالنسبة لي هيكون سيف شوية. نحن بال 2018 بس لسه في كتير مظاهر عنصرية، ويمكن بعدنا اليوم بنحكم على شخص على عرقه، على دينه، على أي شيء بينتمي له هو ما له إيد فيه، فإنه كتير مهم اليوم بالعكس هيدا الموضوع ينطرح بنجوم بلا حدود. أكيد يعني موضوع كتير مهم، العنصرية تخلف، يعني الإنسان بالنتيجة واحد، لازم يستفيدوا من هذا الموضوع ويقدموا أحلى شيء عندهم. أنا يمكن خايفة أكثر من المشتركين، يعني كل الأربعة يلي وصلوا لهون، جنان، سمر، وراشد، ونور الدين، عن جد كلهم مناح، وما بعرف مين حيفل، يعني ما عندي أي تصور، فأنا كتير خايفة. مش دول الأربعة اللي كنت متوقعهم في السيمي فاينل، هو بس اللي كنت متوقعه راشد في الفن والتصميم، ما كنتش متوقع أبدا نور ولا جنان ولا سمر، كانوا في أول حلقتين أو ثلاث حلقات كانوا أضعف المتسابقين. يعني حتى الأسبوع الماضي كمان كنا شوي مش مرتاحين لأنه قلوا المشتركين وبدوا يطلع يغادرنا مشترك، وبما أنه وصلنا لتقريباً الحلقات النهائية صاروا كلهم أقوى من قبل وعم بيقدموا أشياء أحلى، فصعب كيف بدنا نختار، وهالعلامات اللي عم نعطيها أنه يغادرنا حدا منهم صعبة علينا. النهارده طبعا في مسؤوليه كبيره جدا على عاتق اللجنه، لان احنا في الاخر هنقرر مين بصوره معينه، يعني هنقرر مين اللي هيوصل للفاينل، الثلاثه الاشخاص اللي هيحصلوا على المركز الاول والثاني والثالث. طبعا اكيد الجمهور هيلعب دور كبير، يعني انه مين الاثنين اللي في الدينجر زون اللي هينقذوا. مسؤوليتي اليوم كثير كبيره لانه يعني هون بينتهي اليوم اخر دور عم نلعبه، يعني بالمره الجاي خلص الجمهور هو الحكم. يعني اكيد مع حلقه مع الاخيره لازم يكون في فيديو لكل مشترك يكون احسن من قبل، يعني لازم يكون في شيء جديد عن جد، شيء اذا بدك يفاجئنا يبهرنا. ما
هو هيدا الشيء يعني اليوم خلص نحن وصلنا للتوب يعني التوب 3 بدهم يتنافسوا على اللقب. فاليوم عن جد الفيديوز لازم يكونوا احسن ما يكون، يمكن حتى المشاهدين هن راح يصوتوا يعني بيست اون كثير يعني نظرا لفيديوهات اليوم، فكتير كثير مهم الفيديوهات يكونوا عن جد مستوى كثير عالي. في السيمي فاينل مهم جدا الفيديو يكون مكسر الدنيا صراحه في الفايف كاتيجوريز، يعني ما ينفعش انك انت دلوقتي تقول زي زمان اللي هو الجماليات كانت حلوه، الامباكت كان حلو، المحتوى نص نص. في السيمي فاينلز الخمسه خلاص انت وصلت لمرحله انك انت يعني بتبدع بقى، فاهم؟ بتمنى اكيد التوفيق للمشتركين كلهم. خلاص هنبدا اللايف دلوقتي، جود لك، وان شاء الله تكون حلقه اقوى واقوى اقوى من اي حلقه قبل كده، وهشوفكم ان شاء الله في الفاينلز. للعنصرية ابتدى، ومع جنان وكيل من سوريا منشوف كيف بيعبر الشاعر عن موقفه تجاه القضية الاجتماعية. لحظاته بطلع على المسرح المرة على غير العادة، أنا كتير متوترة بالعادة، دايماً ما مصدقة إمتى يجي دوري وبكون كتير متفائلة وواثقة. هالمرة لأنه حلقة حاسمة وما قبل الأخيرة وبيتحدد فيها مصيرنا بالبرنامج، فأنا ما قادرة أضبط دقات قلبي. بداية مع يارا، يارا أول مرة بدي أسألك عن الصورة يلي قدمتها جنان. أول شيء من الأشخاص جنان اللي كتير تقدموا بالتصوير، بالصورة، بالإضاءة، حتى اليوم في شيء جديد أنا شفت، حسيت شوي إنه أخذ شيء من فيلم أو من شيء قصة، ما بعرف إذا هي هو اللي عملتهم. الدمية أنا صنعتها من خيطان الصوف. انت خياطيه؟ من خيطان الصوف لفلفه العاب. المشهد الاخير اللي هي كانت بتلعب فيه. ولا مره في فكره، الفكره كانت جديده لدرجه انه حسيت هيك حدا عم يضربني بوكس، يعني انا بحب وقت حدا هيك حس انه في شيء صدمه او في شيء وعاني شيء مش منتبهه عليه. انا عجبني والله الشعر، يعني انا عجبني هي قصه. القصه عامه او النص اللي انت كاتباه، انا عاده لما بسمع اي نص او اي شعر او وات ايفر، إذا في جملتين طلعوا خرموا ودني ده معناه إنه ناجح. أنا قصدي بالبوكس. بالظبط. أنا كلمة تعاشر البحر يوما بدون أن تتبلل أو بلا. قلت على ماذا يعني أن تعاشر البحر يوميا دون أن تتبلل؟ بالظبط، إنك أنت في وسط مجتمع والمجتمع رفضك وأنت مش حاسس إن أنت يور بلاندنج إن، دي جملة قوية وجملة الوريد. فأنا عجبني النص جدا والفيديو حلو. علامتك إذا يا جنان عن فئة الشعر بأول تحدي لليلة 58. أخذت 58، العلامة أكيد قليلة، ما فيني أحكم على شيء هلأ أبداً لحتى أشوف باقي المشتركين شو رح يأخذوا علامة. تعليق فايا كان قاسي شوي، أنه أنا ما عم فاجأ أبداً بشيء بالكتابة، أنا اللي قلته منه شعر، قلت قصة وهي بتتوافق مع الدمى، يعني شيء طفولي اللي حكيته. وعلى العكس كان وائل قال انه كثير هي الجمله كانت قويه، تعاشروا البحر يوميا ولا تتبلل، فانه اثر في النص اللي انا كاتبته، كانوا برايين متضادين. اما يارا عجب الفيديو كثير، كنت حاطه امالي على هذا الفيديو، بس هلا ما فيني احكي شيء لحتى باقي المشتركين يطلعوا وشوف علاماتهم. جنان فاجأتني، كنت متوقعه انه يكون شعر عادي مع قصه مثل ما يعني مثل ما بنشوف، بس في شيء جديد، اخترعت شيء جديد. هو الفيديو ده انا عجبني النص اكتر حاجه، الفيديو عادي يعني اللي هو عملت حاجات بالصوف وكده، يعني سويت يعني لغايه دلوقتي انا الفيديو ده سيف، يعني ما مش حاجه فوق الخيال. النص يمكن شويه هو اللي حلو قوي، بس الصوره حلوه. بس فيديو جديد على الجنان وكل حاجه، بس في النص النهائي محتاجين حاجه شجار اكتر. الحين انا الشخص الثاني اللي بطلع الستيج، مبسوط من مرتاح من الفيديو اللي انا قدمته، بالعكس ما احس انه زعلان، وان شاء الله انه اللجنه تحب الفيديو و
وانبسط بالنتيجه. وهلا لا للعنصريه مع راشد المتاعب من السعوديه عن فئه الفن والتصميم. يا ترى منشوف جرافيتي او رسم بالمي او افكار جديده لتحدي الليله؟ فايا شو رايك بفكره راشد؟ حبيت الفكره، حسيت كانه حدا عم يأشر شيء ووصل للجوهر يلي هو انه نحن واحد. فحبيت حتى اول مره بتستعمل فكره الريوايند انه كيف وصلنا لهون، يعني شفنا اللوحه بالعكس فحبيت. في شيء جديد كمان، يعني مش شيء كنا متوقعينه. الفكره حلوه، الرساله حلوه، مثل ما نعرف يعني العنصريه تخلف، نحن الانسان واحد. يعني احلى شيء انه الموسيقى ما فيها عنصريه ما هيك؟ وانت دائما تبهرني بالموسيقى اللي بتختارها على الفيديو وعلى الشغل اللي عم تشتغله. يعني منروح مع الموسيقى ومع شغلك، يعني ما في شك الابداع ما رح نحكي عنه بقى. لايك هي الرساله كانت واضحه طبعا، وبالذات انه لما عمل ريوايند في الاخر زي ما فايا قالت انه بان الانسان والى اخره، لكن الاكسكيوشن او تطبيق الفكره يعني انا شايفه سيء جدا. خلينا نشوف العلامه يا راشد. 59 راشد، بنشوف ترتيبك انت 59 وبالمرتبه الاولى. 59 وفاي عجبها الفيديو مره، ويار عجبها الفيديو، وائل قال انه التنفيذ كان سيء بس انه وصلت للفكره، يعني اهم شيء. توقعت انه تكون في 60 العلامه، بس ممكن وائل هو اللي نزلني في الدرجات. ثواني قليلة وراح أصعد على الستيج، قلق، أريد أعرف ردة فعلهم شو راح تكون. هل راح تكون سلبية؟ هل إيجابية؟ هل راح توصل لهم الفكرة إنه أنا اختاريت فيلم ستار وورز؟ ما بعرف، خايف على هذا الفيديو وقلق عليه صراحة. مع نور الدين أمين من العراق ناطرين يكون اختار من شاشة الفن السابع عمل استثنائي حارب العنصرية. وائل شو رأيك بمحتوى الفيديو اللي قدمه نور الدين؟ المحتوى الصراحة أنت كبستني، يعني بيني وبين نفسي أحرجتني، لأن أنا توقعت أنك أنت تتكلم على فيلم عن العنصرية وقلت أنها هتعمله حلو، بس أنت تدخلت فكرة صناعة السينما وقد إيه أن هم حاربوا العنصرية من خلال طاقم العمل. وشرحته كويس جدا، وفي الآخر أنه ده من أهم الأفلام اللي ما كانش ينفع ياخدوا بيها ريسك أن هم يعني أنت فاهم قصدي؟ وفي الاخر جاب 1.5 مليار دولار، وديزني ما اهتمتش، وديزني ما يعني كله الفكره نفسها يعني منتهى البراعه. فايا وين نجاح نور الدين ياثر اكثر، بالنص او الصوره؟ لا بالاثنين اكيد. شكرا. اكيد بالاثنين، وبوافق وائل على كل شيء. يارا عشو بتعطي لايك لنور الدين على الفيديو؟ كل شيء كل شيء، ما راح نزيد يعني اللي قال عليه وائل. نحن لايك لايك لايك. شكرا. خلينا نشوف علامتك، يعني التعليقات كانت ايجابيه. 73 لنور الدين وبالمرتبه الاولى لهلا. اكيد العلامه ما توقعتها ابدا. هذا الفيديو كنت يعني جدا خايف من عنده، خايف لا ما يفهمون الفكره او يعني ما يحبوها، لكن وائل قال انه انت فاجئتني وسويت هيك شيء بالضبط اللي أنا كان بدي إياه، والحمد لله يعني جدا جدا فرحان. واليوم راح أحتفل حتى لو الفيديو الثاني ما يعجبهم، هذا الفيديو عجبهم، هذا يكفيني. طلع لي 73 من 75، أنا بالمركز الأول وإن شاء الله أظل الأول. لحظات قبل ما أطلع على الستيج مرقوا قبل جنان ونور الدين وراشد، وهلا صار دوري. كثير خايفه لانه العلامات ما كثير بتطمن. ما بتوقع انه كنت بالدينجر زون لانه واثقه بالفيديوين، بس ما في شيء اكيد لانه صرنا كثير مستوى قريب على بعض، فمعقول علامه تفرق وكون بالدينجر زون. مع سمر انطون من لبنان اكيد بانتظار فيديو بينشر الطاقه الايجابيه والمحبه والسلام لانه عن فئه الويلنس. يارا شو رأيك بالمعلومات اللي قدمتها سمر من خلال هالفيديو؟ ما في شك انه في اشخاص بيضموا صوتهم لصوتي،
انه نشكر كلنا الشعب المكسيكي على اختراعهم الشوكولا الاسود عشان نفش خلقنا انه يعني ما فينا دائما ناكل شوكولا شوكولا صح؟ بدنا ناكل شوكولا اسود كل يوم. فميرسي على هالمعلومات الحلوه سمر. ما في شك كمان من الاشخاص اللي كثير كثير تقدموا من بدايتهم لهلا، مهضومه كيف هيك وصلت الفكره والرساله بهالطريقه المعلومات الحلوه. الفيديو فاق توقعاتي، كثير حبيت حكيتي عن تبادل الثقافات والحضارات، انه الرساله كانت كيف كلنا كملنا بعض، وهيدا احلى شيء بالفيديو. انا عجبني فكره البازل وان احنا كلنا بنكمل بعض. اللي عجبني اكتر انه الانسيرتس بتاعت كل حضاره انت حطيتيها كان الفلو حلو بتاعهم، يعني الانيميشن ده شبه الانيميشن ده كانه اللي اخرجه واحد. انا عارف انت اكيد جايبه الانسيرتس دي من حتت مختلفه. في اشياء شاتر ستوك هي حركتها انا على بالظبط. انا عجبني انه الفلو كل واحد، الابيض اللي ورا وماشيين تمام، والمحتوى اكتر اكتر من رائع. خلينا نشوف علامتك على 75 عن فئه الويلنس. 72 سبقتي. لا نور الدين ما بعرف 71 او 73. 73 خلينا نشوف الترتيب ونتاكد اكثر. بالمرتبة الثانية علامة واحدة. ثانك يو. كثير مبسوطة أنا طلعت 72، أول مرة بجيب علامة هالقد عالية، وكثير حبيت إنه حبوا الفيديو وهيك شايفة الفكرة كثير حلوة. لنا 3 شهور بالبرنامج وانا وسمر بنفس الغرفه، المفروض صارت سمر كثير بتعرفني. هلا رح تنسال 10 اسئله ولنشوف قد ايه رح تعرف تجاوب على هالاسئله وقد هي بتعرفني. لونها المفضل لجنان هو الزهر. ازرق او نيلي؟ جوابك كان زهر. بعتقد الشعر المفضل عن جنان ونزار قباني. محمود درويش؟ قلتي نزار قباني. عيدها لجنان بشهر 12 17-12. قلتي آخر الشعر شهر 12. برجع لجنان بالقوس. برج القوس صحيحة. أحلى فيديو عن جنان من الفيديوهات تبعه هو عن الإدمان. إدمان العاطفي صحيحة. أكثر حدا زار جنان إنه فل هو عبد الرحمن. عبد الرحمن صحيحة. جنان بتنقي باستا، سوري. جنان بتنقي بيتزا. بيتزا صحيحة. هواية المفضلة عن جنان غير الشعر هي الغنى. استرخاء وتأمل خاطئة. جنان من اللاذقية. من اللاذقية صح. حزرتي 6 وبرافو عليكي، حزرتي نسبة منيحة. يمكن كنتي لازم تحزري إنه محمود درويش. مظبوط، لأنه بتضلك تحكي عن محمود درويش أزرق ونيلي وهالقصة، بس أنا خلبطت مع الغناء مع الفنانين. وهلأ جنان صار دورك تحضري لنشوف مين بيعرف الثاني أكثر. يلا روي. روي مظبوط. نزلت مرة واحدة بثاني تحدي. نزلت مرة بس بثالث جمعة مش ثاني جمعة، بس أنا مظبوط. 70 مظبوط. 70 اليوغا. غناء. يوغا مش هواية. شوز باي مدري شو. مظبوط بس شوزن باي. شوزن. غوامة أبيض أو أسود يمكن. بنفسجي. ها مظبوط. حدا فرنسي ما بعرف اسمه. فرنسية شوي يعني أجنبية. ديمي لوفاتو. فلافي. فلافي مظبوط. يمكن تموز. أوف غلط مش بالصيف. بعد مؤخر. إيميل سليلاتي. مظبوط إيميل سليلاتي. تعدلنا جنان ثلاثة كمان. تعرفي 6 أشياء عني. حلو انا ما اعرف بعض قد بعض يعني، ما اعرف انه نفس الدرجه يعني.